هذا سؤال عن حكم حلق اللحية، فهل ثم خلاف بين المذاهب فيها؟ الجواب أن على طلبة العلم وعلى المسلمين لا يبحثوا فقط عن الخلاف ليأخذوا بالهوى أي مسألة فيها قول أو قول شاذ أو أقوال لأهل العلم يتخيرون منها ما يوافق أهواءهم، فهذا غير مقبول شرعا. على الإنسان أن يسأل عن الحكم ودليله ولا يبالي بعد ذلك بما قيل فيه من الخلاف. فاللحية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيرها، فقد ثبت عنه أنه قال وفر اللحى، وثبت عنه أنه قال أرخ اللحى، وثبت عنه أنه قال أعف اللحى، وثبت عنه أنه قال لكن أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وإعفاء شاربي. وهذا يقتضي توفيرها، وهو الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اتباع سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.